اليوم رغم اسم البرنامج حرك نفسك، لكن احنا اغلب حكينا معلومات. كثير من الناس يشوفون المعلومات الصور بالفيسبوك، مواقع التواصل الاجتماعي، قبل وبعد، فلان بطل قبل وبعد، يشوفون جسمه مشحم او ضعيف، 7 عضلات خلال شهر شهرين، فلان مدرب حاط له 15 10 لاعبين ويقول هذا رقم واحد، فلان مدرب وهكذا وهكذا. مع احترامي لهم ذول المدربين، لكن اصبحت المهنه تجاره. مدرب مفروض اللاعب هو امانه بايده، لازم حافظ عليه، ينصحه. يعتبر اغلب اللاعبين صغار بالعمر، يعتبرهم ابناء، فيحافظ عليه، ينصحه، يحاول يساعده، ويحط الماده بين اخر همومه وليست الماده اول همومه. انا اعرف مدرب المعلومه يعطي، يقول لك معلومه بفلوس، زين شنو السبب؟ ليش؟ هل المهنه اصبحت تجاره 100%؟ زين انت كذا تقدر تشتغل بما يرضي الله ويجيك وارد مادي ممتاز، لكن تساعد اللاعبين الباقين بهاي الرياضه، لان اللاعب هو يلتجي لك انت كمدرب، ما يقدر يروح لشخص ثاني، انت مدرب القاعه يلتجي لك. فدائما احاول اساعد اللاعب في هذا الظرف العصيب، بغض ارتفاع الاسعار والغلاء المعيشي اللي احنا بنعيشه، فاحاول اساعد اللاعب قدر الامكان. هذا اللاعب باكر عقبه يكبر، يذكرك بالخير، يصير بطل، يقول في يوم من الايام ايبا هذا المدرب نصحني، كان جدا اسلوبه حلو وياي. ايضا تعامل بلطف مع اللاعبين. شوف بعض اللاعبين يقولون فلان مدرب ما يتحجى، ما يقدر يسولف وياي. انت كمدرب لازم الابتسامه دائما ويا اللاعب. الابتسامه لها دور سحري بالتقارب بينك وبين الاشخاص. الابتسامه هي سر النجاح وسر الدخول الى تاخذ رضا وحب الناس، ويصير لك مكانه دائما ممتازه قلبهم. فابتسامه حلوه، اسلوب انتقي كلامي ويا اللاعب، احكي اسلوب الناصح وليس اسلوب المتكبر. بعض المدربين عندهم بطولات دوليه ومحليه وكانما هو الوحيد. حقيقه انا اعتبر كل لاعب هو بطل في مجاله. الدكتور هو بطل في مجاله، المهندس بطل في مجاله، الطالب هو بطل ليقاوم هاي الظروف وليدرس. فكل واحد بطل في مجاله، مو بس فقط اللاعب هو بطل في مجال رياضه كره الاجسام. كلنا ابطال وكلكم ابطال. فما بداي اشوف نفسي اعلى من الباقين واتعامل وياهم باستعلاء. احنا كلنا سواسيه. انت كمدرب اليوم بطل، قبل 10 8 سنوات كنت لا شيء. فدائما احاول اساعد اللاعب كلمه حلوه، اساعده، اخلي الماده هي اخر همومي، واحاول انشر الثقافه الرياضيه. اكيد نرجع لموضوعنا اللي هو شفت الصور والكلام، هذا اغلب هذا الشيء تجاره. فانتوا هاي الصور اللي صدقوها مال قبل وبعد او شيء، مع اكو استثناءات بعض المدربين اللي حقيقه يعملون بجد، لكن هذول المدربين الثاني مغطين عليهم بسبب، لان الشغله الاعلاميه، الشو الاعلامي اللي مسويه، واتفاقهم مع بعض اصحاب البيجات، النشر 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 وهكذا، قبل وبعد. هم حقيقه هدفهم شغله واحده، البرايفت، اخذ مبالغ برايفت من اللاعبين، مبالغ طائله، ومع تحميلهم مبالغ مكملات طائله، واثقال اعباء اللاعب بمبالغ طائله تحت ربح، مبدا الربح المادي اولا وبعد الطوفان مثل ما يقولون. فدائما اختار مدربك، دائما شوف اسلوب مدربك، دائما اهم شيء انت مثل ما قلنا احنا من تتمرن، انا اشوف ويا مدرب اول شهر ثاني شهر استفاديت، اشوف المدرب مادي ولا يطلب مني اشياء ماديه، ابتعد عنه اذا حاول يستغلني ماديا، واهم شيء التجئ للمدرب اللي سمعته معروفه. تحياتي لكم، ان شاء الله نكون مطولين عليكم.